تحياتي، نهار مبروك وجمعة مباركة لكل واحد منكم. وحبيت نشارككم بكرة راني حندير كيكة لي لأمي، جايينها ضيف، هما قلت علاه ما نشاركهاش مع خواتاتي ونوري الكيكة يستفادوا منها. رخامية تندير في ام مول كيما هذا، هكذا مستطيل، قلت نشاركها مع خواتاتي. انا شوف خواتاتي، يعني خلطت المقادير وانا ندير لكم الوصفة في صندوق الوصف، نحط الوصفة. هي تتطلب 3 حبات بيض وكأس زيت وكأس زيت وكأس سكر، معلقة لافاني ولا ليفور وكاكاو. كاكاو اللي قلنا فيه الريحة تاع الوسمو. همين قلنا هنا خلطنا، والفرينة واحد الكأس برك، جهد ما تولينا هكذا، تولينا هكذا موزية. قسمتها نصها فاني هكذا كما تشوف فتاتي، هكذا تكون، ما هي ثقيلة بزاف ما هي خفيفة بزاف، هكذا. ونصها بالكاكاو. قلت ان نشارك خواتاتي وعلى لا نشاركهم مادام انا درتها لامي جايين هضيه، قلت والله لا شاركتهم ونديرها لكم في صندوق الوصف نوري لكم. هكذا ضينا هذا المول المستطيل، درنا له شويه زيت باش ما يسقناش، ناخذوا بينسو تاعنا تاع السيليكون ندهنوا كاع الاطراف تاع المول تاعنا هكذا باش ما يتسقناش المول تاعنا. بعد ناخذ قليل من الفرينة هكذا ونخبطو في ليكوتي خواتاتي، ها هكذا كما راكم تشوفوا خواتاتي بناتي لي سبحان الله، ناس قاع نتعلمو ومازلنا نتعلمو في هذه الدنيا مادام عايشين. ديرو هكذا هكذا، تخطي في قاع ليكوتي هكذا باهي الفرينة تروح في كل بلاصة هكذا. ومن بعد نفرغوا هذيك الكمية اللي قاتلنا ونفرغوا من الأول. نديرو هذاك فاني، نفرغوا لافاني الأولانية هذا المول هكا هكذا كما راكم تشوفوا هكذا، مقدار تاع لافاني. نزيدو المقدار هذاك تاع الكاكاو هكا من الفوق هكا، شوفوا خواتاتي شوف هكا مليح هكذا، نشيوه كاع في الأطراف هكذا هكذا، نشيوه في الأطراف تاعنا هكذا، نشيوه باه يخرج لنا كيك رخامي هكذا هكذا. نشارك خواتاتي معايا هكذا، شوفوا خواتاتي ناخذوا المغيفه نديروها هكا في الوسط هكذا ونعاودوا نوليو باش يتمشى لنا كاع هذاك الكاكاو. وبعد سخنوا الفوغ تاعنا هكذا، سخنوا الفوغ تاعنا 180 درجه ونقصوا له وندخلوه، ومن بعد كي يخرج نوريه لكم في صحن التقديم. شوفوا كيف خرجت لنا هكذا، هاي خرجت لنا رخاميه شابه، ها هي كيما قلت لكم كما درتها خرج لنا. شوفوا شوفوا كيف خرج لنا شباب وعالي، ديروا له شو نشبعوا شويه بسيك خلاص وهكذا. شوفوا بعدا نقسموه، نقسموه دي كاري هكذا. شوفوا خواتاتي هاهو رخامي شباب عالي ها خواتاتي، شوفوا كيف جانا هاهو رخامي شباب. وان شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك ويوصلكم اي جديد، وبالسلامه.